السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. اليوم معنا ثلاث صنابير لربح العملات الرقمية. هي الصنابير الثلاثة بيدفعوا على المحفظة الوسيطة فوشت بي بدون حق ادنى للسحب بطريقة جدا سهلة وامنة. طبعا اصدقائي، هاي الصنابير بتحتاج مثل ما قلنا المحفظة الوسيطة فوشت بي. في حال انت ما كان عندك هاي المحفظة، انا راح اطلق بصندوق الوصف فيديو بيشرح لك كيف تنشئ محفظة فوشت بي مشان تقدر تستفيد من هاي الصنابير. اصدقائي، الصنبور الاول لربح عملة الزيكاش عندك 12 محاولة يوميا بين المحاولة والثانية 10 دقائق. طبعا شيء جدا سهل، بتروح على الفوشت بي ديبوزايت، بتجيب عنوان محفظتك الزيكاش، تمام، تبحث عنها، تنزل لتحت. شايفين اصدقائي زيكاش او زيك؟ شايفين اصدقائي، باخذ نسخ، برجع للموقع بحط العنوان هون بهي الخانة، بروح على كلمة جيت فري زيكاش وبنتظر تحميل الصفحة. طبعا اصدقائي، الموقع دفع لي 171 ساتوشي من عملة الزيكاش، راحوا على المحفظة الوسيطة فوست بي، وهذا شيء كثير كويس. بعد 10 دقائق فيني ارجع طالب من هذا الموقع، برجع للفوست بي بحدث صفحة الدفعات حتى شاهد الدفعة. تمام اصدقائي، هي 171 ساتوشي من عملة الزيكاش نورمال بيمنت. خلينا نسكر هذا الاعلان. 18 فبراير 2022 زيك فوست. تمام اصدقائي، الموقع الثاني اللي ربح عملة البيتكوين كاش، تمام، روح كمان على الفوست بي لينكد ادريس في حال ما قبل العنوان الافتراضي، وفي نجيب العنوان الافتراضي. تمام، لينكد ادريس انا بضيف عنوان محفظة بيتكوين كاش من اي محفظة بمتلكها انا، مثلا من تراست وولت بجيبه بعمله لينكد. شايفين اصدقائي، اخذت العنوان هون، برجع على الموقع بحط العنوان هون بهي الخانة. تمام اصدقائي، هذا الموقع بيعطيني 15 محاولة، بين المحاولة والثانية 6 دقائق. جيت فري بيكاش وبنتظر التحميل. طبعا ممكن احيانا يعطيني كباتشا، اعطاني هالمرة كباتشا، ممكن ما يطلب مني هاي العملية، بحل الكباتشا. جيت فري بيتكوين كاش. تمام اصدقائي، اعطاني 63 ساتوشي، راحوا على المحفظة الوسيطة فوست بي بعد يعني 6 دقائق فيني ارجع طالب، ومعي 14 محاولة لسه اليوم. برجع للفوست بي بحدث صفحة الدفعات حتى شاهد الدفعة. تمام اصدقائي، هاي هي 63 ساتوشي بيتكوين كاش نورمال بيمنت 18 فبراير شباط 2022 فري بي كاش. هذا الموقع الثاني. الموقع الثالث اصدقائي بيدفع بمجموعة من العملات، انت بتختار العملة اللي بدك اياها. طبعا معك 5 محاولات يوميا، بين المحاولة والثانية لازم يكون في دقيقة، يعني شيء جدا بسيط. انا مثلا راح استخدم عملة الدي جي بايت، تمام، بضغط عليها هيك، بروح على الفوست باي، بجيب عنوان محفظتي الدي جي بايت من كلمة ديبوزايت، ببحث عنها، فيني اختار اي عملة طبعا موجودة او مدعومة من هذا الموقع، باخذ النسخ، برجع للموقع بحط العنوان هون، بروح على كلمة جيت فري كريبتو وبنتظر التحميل. طبعا اصدقائي، اعطاني كباتشا، لازم حلها اذا تطلب مني هاي الخطوة. منحل الكباتشا، سي بلين، هاي الطيارة اللي لها صندوق من تحت، تمام، نختار فيريفاي جيت فري كريبتو. شايفين اصدقائي، اعطاني 3 مليون ساتوشي تقريبا من عملة الدي جي بايت، راحوا على الفوست بي. استمعي 4 محاولات يوميا، بعد دقيقة فيني ارجع طالب، برجع للفوست بي بحدث صفحة الدفعات حتى شاهد طبعا دفعة الدي جي بايت. هاي هي 3 مليون ساتوشي دي جي بايت نورمال بيمنت 18 فبراير شباط 2022 كوين ديفرسيتي، من اهم الصنابير وافضلها على الاطلاق. طبعا اصدقائي، في حال انت يعني عندك رغبة انك تشتغل على الصنابير، طبعا هي اسهل طريقة للربح. تمام، انا راح احط لك على قناتنا على التليجرام منشور، راح ثبت بهذا المنشور مجموعة من المواقع او مجموعات، كل مجموعة فيها منشور معين، اول منشورين كلهم صنابير. تمام اخي الكريم، رح تكسب منهم اخي الكريم، يعني اذا انت بتحب هاي الطريقه من الربح. في النهايه لا تنسوا اخواني، اذا كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا، فعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.